السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانين صحيحتكم؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير على خير، ولقاكم الفيديو ديالي في أحسن الأحوال يا رب. جيت معاكم اليوم بأجمل أكلة وأحلى أكلة عندي في حياتي، وهي فتات الشطبة. أخيرا قررت نديرها. وندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير راهم سهلين جدا البنات، غير ركزوا معايا. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الحبة ديال البصل اللي غادي نشدها، وغادي نطحنها مع واحد الحبة ديال الطماطم، وغادي نطحن معاهم شوية ديال المعدنوس، واحد جوج فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا واحد المعلقة كبيرة هكاك ديال الحلبة، واحد المعلقة ديال حب الرشاد، وعندي هنايا واحد الكمية ديال العدس، يعني كتبقى اختيارية، اللي شديته ونقعته في الماء. وعندي هنايا زيت الزيتون كأس متوسط، حوالي واحد 100 مليلتر هكاك. وبالنسبة للتوابل عندي هنايا الخرقوم، سكينجبير، البزار، الملح، شوية ديال التحميرة، وعندي ضامة الزعفران، واحد المعلقة كبيرة ديال راس الحانوت. كما كتشوفوا غادي ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. عندي هنايا الطماطم مع البصل، غادي نشدهم، غادي نطحنهم، اللي كيعجبو هكاك غير يديرهم طريفات، ديرهم مربعات صغار. بالنسبة لي انا كيعجبني الحاجة ما يكونش باينة، يعني يكون مطحونة. غادي نجيبو البنات طنجرة او قدر اللي توفر لينا، غادي نديرو فيه زيت الزيتون، غادي نضيفو عليه هنايا هذيك الطماطم مع البصل اللي طحناهم، غادي نطحنو حتى هنايا في نفس اللحظة، غادي نطحنو القزبر مع التوم أو المعدنوس اللي توفر، وغادي نضيفهم حتى هما للطنجرة ديالنا. غادي نجيبو هنايا التوابل، غادي نضيفوهم. بالنسبة للتوابل انا راه درت نصف ملعقة كبيرة من كل حاجة الا التحميرة، عندي تما كان الفلفل الاحمر الحار، درت منه غير القياس، لكان التحميرة الحلوة ديروا منها الجهد اللي بغيتو نتوما. بالنسبة للعدس هنايا كان منقوع في الماء، شديته صفيته، غادي نضيفه حتى هو. وبالنسبة لهنايا الحب الرشاد مع الحلبة غادي نديهم نغسلهم، فهما منقيين ولكن غادي نغسلهم شوية هكا، وعادة غادي نضيفهم حتى هما. غادي نحركو جميع العناصر هكا ونحطوهم على النار حتى تبدا هذيك البصله تطلق لينا شويه، هي الطماطم الماء، غنضيف هنا واحد الملعقه ديال السمن الحار، وغادي نستمر في التحريك. حضيوا البنات لا يتحرق معكم هذاك العدس، وغادي نضيفوا الماء مباشره. بالنسبه للماء البنات انا راه ضفت واحد لتر ونصف تقريبا، وصافي وخليته فوق النار كيطيب الجهد اللي يطيب ليا العدس، وعاده كنضيفوا عليه البقيه ديال المقادير. بالنسبه للبقيه اللي داير عليها العمده وهي الفتات، غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش تحضروه. كما كتشوفوا البنات غادي نجيبوا هنايا واحد القصريه فين ولا قصعه، كل واحد كيفاش كيسميها، فين غادي نخلطوا. عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الفارينة، و 200 غرام ديال القمح الصلب، ديال دقيق قمح الصلب لا سميدة رقيقة، كل واحد كيفاش كيسميه. غادي نضيف عليهم واحد شوية ديال الملح، الملح طبعا راه دايرينو في المرق، يعني نديرو غير القياس باش ما يجيناش الأكلة مالحة، وغادي نخلطو هكا كيما كتشوفو. غنبقاو نضيفو الماء غير قطرات برؤوس الأصابع، حنا كنضيفو حنا كنحركو في نفس في نفس اللحظه، يعني باش ما يتعجنش لينا، باش يجيونا حبيبات. مازال البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله الا مشيت المغرب الفتات ديال جدة، اللي فين ما توحمت كديروا لي الله يحفظها ليا ويطول في عمرها.
ان شاء الله نمشي هذه المره ونوقف عليها، نسجل لكم الطريقه ديال جده كيفاش كتحضروا. صراحه عمري ما شفتها مباشره كيفاش كتحضروا، كنمشي انا غير ناكل ونجي. مهم، نتمنى تكون الطريقه الصحيحه اللي ندير. هادشي اللي عرفني الله. المهم كنشوف جده الله يرحمها، حتى هي ماما ماما الوالد ديالي كانت كطرن هكا، وماما كانوا كيطرنوا الطعام، كان كيعجبني، ولكن داكشي خصو داك الغربال ما عنديش انا. بالنسبه للبنات هكا فاش ديروا الفتات تبقاو تحركوا، وانتم كتضيفوا قطرات وانتم كتحركوا، في الاخير اللي عندها الغربال هذاك اللي عنده العيون ديالو كبارين تحاولوا تغربلوه وتمرروه من الغربال، راه كيجيو بحال شكل ديال الكسكسو، كيجيو الفتات صغير. بالنسبه لي انا ما عنديش، بقيت تستمر صغير هكا تنحاول نرققهم. لبنت ليا شي بلاصه غليظه كنحاول نفتتها بالاصابع وصافي، غادي نستمر حتى نكملو ونرجعو باش نوريكم تتم التحضير ديال الفتات. الشطبه بالنسبه للاولين تقريبا ما عرفتش واش كانوا كيحركوه، مني كيلوحوا الفتات في المرق كانوا كيحركوا بالشطبه تقريبا، انا ما عنديش الشطبه غنحرك المغير بالمغيرف. هادشي اللي جاب الله. ايوا مهم نحاولوا نرجعوا شويه، انا كيعجبني الفتات صراحه، كان حماق عليه ولكن يلاه جربته شي جوج ولا ثلاثه المرات في حياتي، مع عمري ما فكرت انني نديره، وقلت نشارك معكم الفيديو البنات مربانة تستافدوا منه. واللي كيعرفوا ليه غير تجيهم الفكره نفكرهم باش ينوضوا يديروه العشاء ان شاء الله مع هذا البرد، راه رائع. كما كتشوفوا البنات كنضيفوا الفتات، حنا كنضيفوا حنا كنخلطوا، ضروري الاستمرار في التحريك باش ما يتعجنش، بقاو نستمروا في التحريك حتى واحد 15 دقيقه تقريبا هكاك، ما نوقفوش عن التحريك. الى بان لكم البنات الخليط شويه بدا كيتقال ضيفوا عليه الماء سخون، الى بان لكم بان مثلا الفتات مازال معجن ما طابش والمرق بدا كيتقال بدا كيولي تقيل، ضيفوا الماء سخون، ضيفوا القياس اللي طيب لكم الفتات وصافي. البنات هنايا ها هو كما شفتوا، مع استمريت في التحريك هذا هو الشكل ديالو، الفتات راه هو طيب. ماما قالت لي مره تبقاي تفوريه التفويره الاولى قبل ما تديري، ولكن مهم انايا ما عنديش الوقت، درته بحال هكا مباشره وطيبته مباشره. وهنا البنات غادي نضيفوا عليه واحد نصف لتر ديال الحليب، واللي كان داير كميه كثيره يضيف واحد اللتر ديال الحليب، راه كيجيبو رائع. نتمنى يعجبكم الطريقه وتجربوها، وبالنسبه للبنات اللي كيعرفوا لي نتمنى نعطيكم فكره تنوضوا ديروه للعشاء ديالكم ان شاء الله وبصحتكم وراحتكم. مهم هذا هو الشكل ديالو. الحليب بالنسبه للحليب ملي كنضيفوه غير يبدا هكا يدير هذوك الفقاعات صافي، ونطفيو عليه كما كتشوفوا صافي. دابا غادي نطفي عليه ونخليه حتى يبرد ونقدموه، ماشي برد بزاف، نحاول نقدموه شويه ساخن، ولكن غير يطلق ويشد في راسه شويه ويحيد منه شويه ديال الحراره ان شاء الله، ونقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديالو البنات صافي. هنايا راني طفيت عليه، غادي نقدمه لكم كما كتشوفوا. انا كيعجبني ضروري شي حاجه هكا ديال تقليديه، ضروري نضيف عليها زيت الزيتون والكمون. كيعجبني الديكور بحال هكايا، ضروري ندير زيت الزيتون والكمون، بالنسبه اللي ما كيعجبوش يستغنى عليه. وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء، نتلقى ان شاء الله فيديو جديد مع